السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن افضل 5 تطبيقات موجودين في الايفون، ولا غنى لاي شخص او مستخدم للايفون عن استخدامهم، وانا شخصيا بستخدمهم بشكل كبير جدا وسهلوا عليا عملية الاستخدام. ودلوقتي هنبدأ مع بعض في عرض هذه التطبيقات. وقبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين هسيب لكم لينك التطبيقات في الديسكريبشن تحت الفيديو، تقدروا تضغطوا على لينك كل تطبيق وتحملوه مباشرة. والتطبيق الاول اللي موجود معانا اسمه باتري اليرت، وده بيرسل لك تنبيه اذا اصبح شحن البطارية 100% او فول تشارج، عشان الموبايل ممكن تنساه احيانا على الشاحن، وده طبعا بيأثر على عمر البطارية. وكمان بيرسل لك تنبيه ان البطارية ضعيفة وينبهك لوضع الموبايل على الشاحن، وبعد ما بتحمله بتفتحه بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وبعدين بتقول له الاو او سماح. تمام، زي ما احنا شايفين هنا هيجيب لي الشحن بتاع البطارية. حاليا انا البطارية بتاعتي زي ما احنا شايفين الشحن بتاعها 53% دلوقتي في اللحظة دي. طيب هنا بيقول لك alert when battery low level، اول خيار عندك ده المفعل ده ان هو اول ما بتفعله ده معناه انه بيرسل لك alert او تنبيه او صوت ان البطارية low level او ضعيفة ومحتاجة تتشحن. وكمان الخيار التاني اللي عندنا هنا alert when battery full level بتفعله، وده بيرسل لك تنبيه ان البطارية اصبحت full charge او مشحونة بنسبة 100%. ولو هنا اخر خيار لو انت alert sound، لو انت محتاج تختار صوت معين للتنبيه بتختار من الاصوات اللي موجودة معانا دي. فده تطبيق جميل جدا وبينبهك بشحن البطارية، سواء كانت الشحن 100% او الشحن ضعيف ومحتاج تحط الموبايل على الشاحن. والتطبيق الثاني اللي موجود معانا اسمه واي فاي سويت سبوتس، وده بيستخدم في اظهار افضل الاماكن التي فيها اشارة واي فاي او اشارة انترنت قوية في المكان اللي انت عايش فيه، البيت اللي انت عايش فيه. في بعض الاماكن بتكون اشارة الواي فاي فيها قوية جدا، واماكن اخرى اشارة الواي فاي ضعيفة. فانت بمجرد تحميل التطبيق ده وبتبدأ تستخدمه بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي، بعد ما تحمله بتفتحه بالشكل ده، وزي ما احنا شايفين هنا عندك ستارت او ابدأ، بتضغط عليها وبتبدأ تتحرك في المكان الغرفة او البيت اللي انت عايش فيه. زي ما احنا شايفين هنا 117 العداد اللي احنا شايفينه ده بيتحرك 119. تمام، تفضل تتحرك في المكان لحد لما يقرا معاك افضل قراءه او اعلى قراءه، وبالتالي زي ما احنا شايفين هنا 89، يبقى المكان اللي انا فيه ده الاشاره ضعيفه جدا. تمام، تبدا تتحرك في اماكن مختلفه لحد لما تجد اعلى قراءه، يبقى المكان ده افضل مكان فيه اشاره واي فاي. تمام، بعد ما تخلص بتعمل ستوب. تمام، وخلاص انت دلوقتي عرفت المكان اللي فيه اقوى اشاره واي فاي في المكان اللي انت عايش فيه، وبعدين بتعمل ريسيت عشان لو حابب تستخدمه من جديد. والتطبيق الثالث اللي موجود معانا اسمه سكرين سبليت فيو، يستخدم التطبيق ده لتصفح موقعين في شاشة واحدة، يعني بيقسم شاشة الهاتف بتاعك الى نصفين، وبيمكنك من تقسيم الشاشة بالحجم اللي يناسبك بحيث انك تقدر تتابع موقعين في نفس الوقت. وليكن مثلا انت حابب تشغل اليوتيوب والفيسبوك في نفس الصفحة، تكون شايفهم قدامك في نفس الوقت، فبتحمل التطبيق ده وبتفتحه بالشكل اللي احنا شايفينه، وبعدين بتقفل من الاكس اللي فوق على الشمال ده النسخة المدفوعة مش عايزينها. وليكن مثلا انا هنا عايز اشغل اليوتيوب فوق اهو، زي ما احنا شايفين الشاشة مقسومة نصين، انا هختار من فوق الشاشة اللي فوق اليوتيوب. تمام، هيفتح معايا بالشكل اللي احنا شايفينه. وتحت وليكن مثلا انا عايز اختار فيسبوك او تويتر او جوجل. طبعا فيسبوك لو ضغطت على فيسبوك هيطلب منك انك تدخل الايميل بتاعك والباسورد عشان يفتح معاك الفيسبوك. زي ما احنا شايفين هننتظر تحميل. تمام، هيطلب منك طبعا انك تدخل اليوزر نيم والباسورد، زي ما احنا شايفين هتدخل الايميل بتاعك والباسورد وبعدين تعمل تسجيل دخول، فهيفتح معاك فوق اليوتيوب زي ما احنا شايفين، وتحت هيفتح معاك اليوتيوب اهو زي ما احنا شايفين، تقدر تقلب في الفيديوهات زي ما انت عايز. تمام، وتحت هتدخل الايميل والباسورد الخاصين بيك لو كنت طبعا هتشغل فيسبوك، وهيفتح معاك الفيسبوك في نفس التوقيت. والتطبيق الرابع اللي موجود معانا اسمه ولي، تقدر تستخدمه في الحصول على خلفيات متنوعة وبجودة عالية جدا جدا، وكمان تقدر تحملها على جهازك وتستخدمها زي الخلفية الصفراء اللي انتوا شايفينها دلوقتي وانتوا بتتفرجوا عليها،
ممكن في خلفيات احسن منها بكتير جدا، ممكن تحملها من التطبيق ده. بعد ما تحمل التطبيق بتفتحه بالشكل ده تمام، وبتعمل allow او سماح، وبتقول له let's go تمام، فبيفتح معاك بالشكل اللي احنا شايفينه ده تمام. ننتظر التحميل. عندك خلفيات متنوعه، عندك هنا collections تمام، تقدر تختار اي collection من الكوليكشنز دي، والريسنت احدث صور موجوده عندهم، وليكن مثلا هنختار الصوره دي، وبعدين بتضغط على اوكي تمام، وبتقول له داونلود او تحميل. لو عجبك الصوره طبعا بتقول له داونلود زي ما احنا شايفين، او تحميل، تضغط على داونلود، وبعدين بتقول له اي اجري او موافق تمام، وبيقول لك اختار الصوره سكوير المربعه او ريكتانجل، بتختار وليكن السكوير، وبتقول له داونلود او تحميل تمام. طبعا الصوره بتتحمل زي ما احنا شايفين داونلودنج، بيقول لك سكسس، الصوره تم تحميلها. هتروح على الـ الفوتوز عندك في الجهاز، هتلاقيها موجوده عندك زي ما احنا شايفين بالشكل ده تمام. فده تطبيق جميل جدا بيمكنك من تحميل الخلفيات الجميله اللي بجوده عاليه، وتقدر تستخدمها في جهازك. والتطبيق الخامس والاخير الموجود معانا اسمه بوب بيك، وده بيحول الصوره العاديه الى صوره 3 دي او ثلاثيه الابعاد، وكمان تقدر تتحكم في التركيز وحده الصوره. بعد ما بنحمله بنضغط عليه بالشكل ده تمام، وبتقول له هنا جيت ستارتد تمام، وبعدين بتقول له اوكي اوكي كمان مره، وهنا بيقول لك تقدر تصور بالكاميرا زي ما احنا شايفين، تقدر تصور اي صوره وتشتغل عليها، او تقدر تروح على الفوتوز او الصور اللي موجوده عندك هنا تمام، على بتقول له هنا الاول فوتوز تمام، وبتختار وليكن صوره من الصور اللي احنا كنا محملينها، وليكن الصوره دي تمام، وبتبدا تشتغل عليها جوتت تمام، بتبدا تقول له فوكس تمام. لو عايز تعمل فوكس على الصورة زي ما احنا شايفين بتزود الفوكس وتقلله تمام، لو عايز تضيف فلتر زي ما احنا شايفين بتغير في شكل الصورة تمام، لو حابب تعمل افكتس او تأثيرات على الصورة زي ما احنا شايفين، وشكل الصورة بيتغير تماما. فده تطبيق جميل جدا وسهل الاستخدام، ممكن تستخدمه. ده كان فيديو النهاردة بمنتهى البساطة عن أفضل 5 تطبيقات موجودين في الآيفون، وأنا بستخدمهم بصفة مستمرة. أرجو لو استفدتوا من الفيديو ومش مشتركين في القناة تشتركوا وتضغطوا لايك للفيديو وتفعلوا زر التنبيهات، لأني بنزل فيديوهات كتير إن شاء الله تنال إعجابكم. شكرا جزيلا على المتابعة.